اللهم يلا صل بس على يا النبي. جماعة صحانا. استنى معايا استنى، هطلع العربية طب تاني. يلا يلا استنى ماشي بسرعة استنى بسرعة. هجيبه لك ما تتحركش بس. إيه أنا اللي هاخده، أنا اللي هاخده من هات السقف. السنارة كده يلا. ماشي اللهم صل على النبي. شفت ديله من فوق من هنا؟ قلت ده احنا حسب اللي هيجي فيه. طب دي الاشرف يا هاني، دي الاشرف. انت اتكعبلت يا هاني. يلا يا جدعان انزلوا، ما تسيبوا سيبوا الاشرف يا هاني. لا عايز يتشك من نص هاني، عايز يتشك من نص يا ابني. ماشي يبقى هو في الشبك، يبقى هو في الشبك. شك الاول، شكوا بقى الاول، شكوا يا ابني. هو يا ابني بيتشك بال يا ابني يا ابني عايز ينضرب. الله يعوض علينا، الله يعوض علينا. التعبان راح، التعبان راح الحمد لله. التعبان ده يا جماعة أو حد فينا كان بيقول كيلو ونص، حد كان بيقول 2 كيلو، حد قال كيلو. ربنا يعوض، ملناش نصيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب. أنا طالع نمسي عليكم، ويمكن تكون مقدمة فيديو الله أعلم. يعني احنا قاعدين على مركب كده على البر. المركب ده راكب، نعرف صاحبها يعني، هي في رشيد. نازلين بطعم جمبري حي وبدود ارض وجندوفلي. ربنا سهلنا الحال، ممكن ايه نضرب اي حاجة، مثلا تعبان، نضرب عروسة، نضرب دنيسة، اي حاجة. فانا طالع بس نمسي عليكم. انا عم محمد الشامي ويحيى. ابو يحيى صباحو صباحو. عم هنا شامي، عم هنا شامي، صباح الفل صباح الفل، الله يكرمك. هنصور لكم الاجواء بتاعتنا، بحيث ان احنا لو ما قدرناش نصور سمك يبقى مشيت الله. ايه طلعنا مسينا عليكم وورنا لكم قاعده جميله، ممكن تقعدوها، بس محتاجه منكم شويه لطف. المكان ده في رشيد، في برج رشيد. اي حد ممكن يطلع يقعد القعده اللي احنا قاعدينها ديت، بس يكون يعرف حد او يستأذن، وهيأدي وقت لطيف. تابعونا، ما تنسوش تعملوا لنا لايك، وان شاء الله لو في حاجه ظهرت هنصورها لكم. هو احنا كان في تعبان دلوقتي على البر شابط في شبك، بس احنا ضيعناه يعني، كان المفروض يتشك. ايوه المهم هو مقطوع منه النصيب، فربنا يعوض علينا بالصناره تضرب اي حاجه ان شاء الله. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات يا ريت تكتبوا لنا تعليق، ولو حابين تعرفوا اماكن تناسبكم للصيد في الشتاء في الوقت ده تابعونا وخليكم معنا. ايوه حجاج، حجاج اشرف عبد شكور حبيبي، حبيبي حبيبي ابو يحيى حبيبي، احلى مسا على الرجال. بصوا يا جماعه دي طرحه، عباره عن شجر وبتاع وكلام من ده. الطرحه دي بتدخل حنشان وبيدخل عليها سمك صغير وبيرعى عليها الاروز بالليل، فدي طرحه صيد اصلا في المكان اللي احنا فيه ده.